أنا عبد الخالق فاضل، يمني الجنسية، أعمل في مجال الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام، أمين عام فرع منظمة الصعيد التنموية الإنسانية والسلام فرع كندا. أقيم في اليمن وأعمل مدرسا في مدرسة نموذجية في اليمن أيضا. أرغب في توجيه كلمة شكر وعرفان لمنظمة FAAVM ورئيسها المؤسس الدكتور رافائيل لويس على كل ما يقدمه للبشرية والإنسانية والسلام ولليمن خصوصا والحفاظ على الأقلية العرقية. وأنا في اليمن لمست الجهود الجبارة التي تقدمها منظمة FAAVM، منظمة خيرية غير ربحية ينصب تركيزها على برامج حقوق الإنسان المدنية المتعددة ذات الوظائف لمساعدة الأقلية العرقية المحرومة في الغالب من الرجال والنساء والأطفال. تأسست منظمة FAAVM، هذه المنظمة الرائدة والمتميزة لتحقيق جميع الحقوق الإنسانية والتنمية والأمن والإنساني والاجتماعي. لقد وضعت منظمة FAAVM الاستقرار الأمثل الحقيقي والمتميز والرائد لكثير من الأقليات العرقية المحرومة في جميع أنحاء العالم بكل شفافية وبكل مصداقية وبكل إخلاص وبكل أمانة. من خلال مؤسساتها المتوزعة في أنحاء العالم لتقدم خدمة بشرية إنسانية من خلال التنمية البشرية والإنسانية والسلام، تتمتع هذه المنظمة برئيسها المؤسس الدكتور رافائيل لويس. إن الدكتور رافائيل لويس الذي يتمتع بحبه المطلق للسلام والإنسانية وخدمة الأقليات العرقية وإنقاذ الأرواح من الكوارث المتنوعة بدون تمييز أو عنصرية أو أي تقسيمات طبقية أو مناطقية، الدكتور رافائيل لويس قدم خدمة إنسانية من خلال منظمة FAAVM، هذه المنظمة الرائدة والمتميزة وفروعها في العالم. هذه الخدمة التي لم يحققها الكثير من الأثرياء وفاعلين الخير في العالم. الدكتور رافائيل لويس هو رجل الحاضر والمستقبل، سخر كل حياته وإمكاناته إلى خدمة البشرية من المحرومين لتحسين رفاهية الإنسان في مجتمعات العالم بأكمله. الدكتور رافائيل لويس عندما فكر بتأسيس FAAVM اهتم بالإنسان وحرية جميع الناس دون تمييز أو عنصرية، فكر بكرامة الإنسان دون تمييز أو عنصرية وحقوق الإنسان دون تمييز أو عنصرية في أي مكان وفي جميع أنحاء العالم. لقد وهب الله سبحانه وتعالى للدكتور رافائيل لويس أرحم قلب من خلال قلبه الرحيم الذي رحم به كثير من المجتمعات وكثير من الناس ومن الأطفال ومن النساء. أيضا منح أطهر لسان يستطيع من خلال لسانه الطاهر أن يقدم للبشرية هذه الخدمات والإنسانية. فكر بكرامة الإنسان وحقوقه، أيضا فكر بخدمة البشرية من خلال التنمية التي تقدمها منظمة FAAVM على مستوى العالم. وهبه الله سبحانه وتعالى العقل النظيف الذي يفكر فيه دائما في مصلحة الناس في مجتمعات متعددة ومتنوعة. أيضا منحه الله سبحانه وتعالى النشاط والحيوية والقدرة والحب والإخلاص والأمانة والثقة. لقد رأينا من خلال برامج منظمة FAAVM كثير من المساعدات التي يقدمها الدكتور رافائيل لويس ومنظمته الرائدة FAAVM، العديد من الخدمات التنموية الإنسانية والبشرية في مجال السلام، في مجال الإنسانية، في مجال حقوق الإنسان، في مجال المرأة وحقوقها، في مجال الطفل وحقوقه. لقد وهبه الله سبحانه وتعالى هذا النشاط والحيوية لأنه يستحق هذا وأكثر. وكلنا نحب الدكتور رافائيل لويس لأنه رجل الإنسانية ورجل الكرامة، رجل الحرية، رجل الإخلاص، رجل العدالة، رجل المساواة من خلال منظمته FAAVM. الدكتور رافائيل لويس
وهبه الله سبحانه وتعالى هذه الطاقة الجبارة التي يفرغها على تقديم خدماته النشطة والمتنوعة في خدمة البشرية أينما كانت وأينما وجدت على وجه الأرض. نشكر الدكتور رافائيل لويس على ما يقدمه للبشرية ولليمن والشعوب العربية والأقليات العرقية في العالم أجمع، كما أشكر الدكتور رافائيل لويس على عدله وإنصافه في معاركه الإنسانية، كما أشكر الدكتور رافائيل لويس على عدله وإنصافه في معاركه الإنسانية فيما يخص حقوق الإنسان من خلال تأسيس جمعية FAAVM الرائدة على مستوى العالم. شكرا دكتور رافائيل لويس، شكرا دكتور رافائيل لويس، شكرا دكتور رافائيل لويس.